بنروح بشكل سريع لاستفتاءنا اليوم. كان معي الزميل العزيز ناصر المسعود الصحفي والإعلامي الرياضي المعروف اللي تحدث في أول استفتاء عن تقييمه لوضع نادي الهلال. بنسمع تقييمه لوضع نادي الهلال وبنرجع معكم من جديد. تقييم نادي الهلال عالي جدا وللأمانة يعني أشوفه نموذج رائع ومميز. أتمنى من بقية الأندية أن تحذو حذوة. وترى طبيعي جدا أنه نادي الهلال يصل إلى ما وصل إليه إذا إحنا دخلنا وشفنا أسرار هذا النادي، شفنا وش اللي يسويه نادي الهلال من أمور داخلية تجعل هذا الفريق يحقق هذه الإنجازات بشكل متواصل وبشكل مستمر، ما يمر سنة إلا هي محقق بطولة أو بطولتين. الفريق في فترة ماضية حقق بطولة جدا مهمة وجدا غالية على الجماهير وكانت غايبة لسنوات طويلة اللي هي بطولة دوري أبطال آسيا. الفريق متصدر الدوري، فريق وصل إلى مراحل متقدمة من بطولة كأس خادم محمد الشريفين. كل هذه الأرقام كفيلة بأن تجعل هذا الفريق في أعلى درجات التقييم. طبعا الأشياء هذه لا يمكن أنها تحدث إلا بتكاتف في الجهازين الفني والإداري. لو ما في تكاتف، ما في تفاهم بين الجهازين، ما يحصل مثل هذه النجاحات. وكذلك ما ننسى دعم الإدارة، الدعم الكامل اللي جالسة توفر إدارة فهد بن نافل. إدارة فهد بن نافل أشدنا فيها كثير، وإدارة مميزة وإدارة رائعة جالسة تعمل بصمت، جالسة تثبت لنا أنه العمل ليس بالحديث، العمل داخل أرضية الملعب، العمل بتوقيع العقود، العمل بتجديد عقود اللاعبين المهمين بالفريق. شفنا الأشياء هذه كلها واضحة، شفنا كيف وقعت عقود لاعبين مميزين، جابت عقود لاعبين مميز استقطبتهم من أندية يعني ويعتبرون إضافة لنادي الهلال. شفنا توقيعهم لتجديد عقود لاعبين مهمين بالفريق، ما هو لسنة، لسنوات، برضو هذه ترى تعطي دافع للاعب أنه يقدم مستقبلا أفضل ما لديه. شفنا العقود الاستثمارية الضخمة اللي لها ثقلها واللي لها يعني الجميع أصبح يتحدث عن عقود نادي الهلال، الجميع أصبح يتحدث عن الأرقام الفلكية اللي أصبحت يعني رقما مميزا في نادي الهلال. الهلال أصبحت مصادر الدخل عنده جدا عالية، وكل ما زادت مصادر الدخل عندك كل ما زاد استقرارك فني، كل ما زاد استقرارك الإداري، كل ما ظهرت هذه الأمور على الفريق وأصبحت حتى الجماهير تشاهد مثل هذه الأشياء. باختصار أنه الهلال ما وصل إلى صدارة الدوري، ما وصل إلى هالأشياء اللي جالس نشوفها الآن إلا بعمل جبار يقدمه إدارة، تقدم إدارة النادي ويقدمها اللاعبين ويقدمها المدرب، كلهم هذولا كل يعني يقدم عمله بالشكل الصحيح، ما في ازدواجية، ما في تداخل في العمل، كل له عمله الخاص. هذه نقطة مهمة، يجب على كل إدارة، يجب على كل نادي ألا يلتفت إلى خارج الملعب. خارج الملعب، متى ما التفت خارج الملعب حتما لن تستطيع العودة، لن تستطيع العودة، سوف تنجرف خلف المهاترات، خلف الأشياء اللي ليس لها نهاية. المشكلة أنه مثل هالأمور هذه ما لها نهاية، المهاترات ما لها نهاية، الانجراف خلف شماعة التحكيم ما لها نهاية، الانجراف خلف أشياء كثيرة كلها ما لها نهاية. الهلال ركز على داخل الملعب، الهلال ركز على أنه يجب انه انا لن يجب انه انا ما اتحدث عن العمل اللي 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 جالس اقدمه، العمل نفسه هو الذي يتحدث بالنيابه عني. واحنا شفنا الاشياء هذه كلها واضحه، شفنا الصداره، شفنا وصول لمراحل متقدمه، شفنا اشياء كثيره كلها نشوفها الان امام اعيننا، ما نشوفها يعني ما في شيء
زي ما يقولون خافي على الجميع. فلذلك هو يعتبر هو الأفضل والأبرز في الفترة الحالية. إذن مستمعين الكرام، كان هذا حديث زميلنا ناصر مسعود عن نادي الهلال وقراءة في نادي الهلال. بنروح بشكل أيضا سريع لوجهة نظره في المدربين والمهاجمين والأهداف الأكثر تأثيرا وأبرز المدربين خلال هذا الموسم اللي قدموا نفسهم بصماتهم بشكل جيد. نرجع معكم بعد الفاصل من جديد في برنامج دورينا. ومثل رأينا سلم ترتيب دور المحترفين السعودي، الأنظار تتجه مباشرة إلى متصدر الدوري نادي الهلال، واللي يقوده المدرب الروماني رازفال لوشيسكو، اللي يعتبر إضافة كبيرة لكرتنا السعودية. الروماني طموحاته متجددة، عطاءاته جدا رائعة، صاحب قراءة فنية جدا عالية، حقق مكتسب كان غائب عن الفريق في فترة طويلة ماضية اللي هو دوري أبطال آسيا. أبقى الفريق في صدارة الترتيب، أوصل الفريق إلى مراحل متقدمة من كأس الملك. كل هذا كل هذه الأرقام كفيلة بأن تضع هذا المدرب في صدارة المدربين. البرتغالي فيتوريا كذلك من المدربين المميزين في دورينا المحلي، ويمكن بالموسم الماضي قدم عطاءات جدا مميزة مع تحفظي عليه في الجولات الأربع الماضية. الأورغواياني دانيال كارينيو من أول يوم تولى فيه زمام تدريب نادي الوحدة، وشفنا مستويات مغايرة لهذا الفريق، حتى أنه لدرجة أنه أوصل الفريق إلى مرحلة متقدمة أو مركز متقدم، يمكن من زمان ما شفنا نادي الوحدة يصل إلى هذا المركز. البرازيلي شاموسكا مدرب نادي الفيصلي، أنا معجب في هذا المدرب، مدرب صاحب إمكانيات عائلة، إمكانيات عالية، يعرف كيف يوظف إمكانياته يعني بالشكل الصحيح، قراءته للمباريات مميزة. في غالبية مبارياته التي يقودها مع الفيصلي جدا مقنعة، يعني ما هو من المدربين اللي أحيانا بعض المرات لما يخسر فريقه يعني في تكون بسبب قراءته، اما يكون بسبب يعني بسبب ظروف معينه، ولكن في الغالب مقنع الى حد ما هذا المدرب. كذلك البلجيكي هاسي مدرب نادي الرائد، يمكن هذا المدرب يعني ما اخذ الشيء اللي هو يستحقه، أوصل نادي الرائد إلى مركز يمكن لأول مرة يصل إليه، وهذا الشيء لا يمكن أنه يحصل مع مدرب جدا عادي. فهذا بالنسبة لي أفضل خمس مدربين. غوميز يعتبر هو الأول من وجهة نظري في أفضلية المهاجمين، بعد ذلك عبد الرزاق حمد الله اللي دائما نادي النصر وأبدا في كل مرة يعني يحتاج عبد الرزاق حمد الله تجده في حاضر في كل مباراة، ويعني ويثبت نفسه لمتابعين الكرة السعودية بشكل عام. عمر السومة منذ سنوات وعلامة فارقة مع النادي الأهلي، ولا أتصور أنه ليس بحاجة إلى شهادة هذا اللاعب. رومارينو هو لاعب نادي الاتحاد كذلك، كان علامة فارقة في مع النادي الاتحاد في الفترة الماضية. صالح الشهري متى ما أعطي الفرصة أنا متأكد ويعني أقولها بالخط العريض سوف يصبح المهاجم الأول في كرتنا السعودية بإذن الله. هدف حمد الله مع ضمك اللي هو كان التعادل، أتصور أنه هدف أثر في نتيجة الفريق وأثر برضو في ترتيب الفريق في سلم الترتيب. كذلك هدف المعيوب على الرائد في آخر الدقائق، وهدف لماو على لاعب نادي الحزم على
نادي الاتحاد. دورينا دورينا مع حاتم البدراني. من جديد أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج دورينا عبر أثير بي سي إف إم، أكيد متواصلين معكم ومع استفتاءنا الخاص بضيوفنا الكرام اليومي حول أفضليات الموسم. طبعا حتى اللحظة قطعنا شوط كبير جدا، وكان حديث زميلنا ناصر مسعود ضيفنا لهذا اليوم قبل الفاصل عن نادي الهلال، ومن ثم بكل تأكيد عن المدربين والمهاجمين. الآن بنسمع رأي زميلنا ناصر في أفضل صناع اللعب إضافة إلى المدافعين والحراس، ونرجع من جديد طبعا ونكمل معكم. سبستيان جوفينكو بوجهة نظري من الأفضل، أندري كاريلو كذلك جدا مميز، كارلوس فيلانوفا لاعب نادي الاتحاد السابق ولاعب نادي الفيحة خسارة كبيرة جدا جدا لنادي الاتحاد ومكسب عظيم لنادي الفيحة. احنا جالسين نشوف هذا اللاعب اللي من طراز عالي جدا، اللي يعطيك الكرة اللي زي ما يقولون بالبلدي انت وضميرك، هذا هو كارلوس فيلانوفا. انا ابدي اعجابي بهذا اللاعب، واتصور انه من الابرز ومن الافضل صناع اللعب الموجودين في الدوري السعودي. كذلك جوليانو جدا رائع، وشفناه في مناسبات كثيرة مع نادي النصر كانت له لمسات واضحة وجميلة. كذلك المغربي إدريس فتوحي في أكثر من مناسبة شهدنا هذا اللاعب تأثيره إيجابي وتأثيره جدا كبير مع الفريق. الكوري هيونسو يعني هو الأفضل من بين المدافعين الموجودين. كذلك الجزائري جمال بلعمري عنده قوة شخصية قيادية، يعني يذكرني أنا هذا اللاعب يعني مع فارق التشبيه الكبير، ولكن ما أدري ليش يعني يذكرني بصالح النعيمة، اللي الشخصية القوية اللي تكون حاضرة في الملعب. علي البليهي صح أنه أحيانا بعض المرات يعني يغيب مبارتين ثلاث، ولكن بالمجمل إذا إحنا قلنا والله من 10 مباريات هذا اللاعب يقدم 7 مباريات جدا جيدة وفيها مستويات متصاعدة، يعني يعتبر جيد. يعني لما لاعب من اللاعبين يقدم أفضل من يعني 50% من المباريات اللي يلعبها كلها تكون ممتازة، يعني يعتبر لاعب جدا مميز. وكذلك الأسباني بوتية لاعب نادي الوحدة، يعني أنا برضو ألوم نادي النادي الهلال اللي خسر حقيقة هذا اللاعب، يعني كثير 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 خسر هذا اللاعب. محمد سالم لاعب نادي الشباب، يعني في فترة ماضية شفناه كيف يقود الخط الدفاعي لنادي الشباب بشكل جميل وشكل رائع، ألفتنا إحنا كمتابعين. محمد المعيوف بالأرقام هو الأفضل وهو الأجدر بأن يكون هو رقم واحد في حراس المرمى، يلي ذلك ياسر المسيليم، كذلك تونسي فاروق بن مصطفى، والجزائري عز الدين دوحة كذلك برضه إحنا جالسين نشوف مستويات رائعة جالس يقدمها، والجزائري كذلك رايس بولحي حارس نادي الاتفاق برضو كذلك عمله في حراسة المرمى يشوف يعني شيء جدا ملفت. والأجمل من ذلك كله لما الحارس يعطيه عطاءات جدا يعني متقاربة، أحيانا بعض المرات ما يعطيك إياها جدا ثابتة ولكن متقاربة ومتصاعدة، فهذه هي اللي موجودة في أغلب الحراس اللي أنا ذكرتهم الآن،
ومن ضمنهم الجزائري رايس مبولحي. إذن مستمعين الكرام كان هذا رأي زميلنا ناصر مسعود فيما يتعلق بأفضل صناع اللعب وحراس المرمى والمدافعين، أراء مختلفة مهمة جدا لاحظناها من ضيوفنا الكرام، وأيضا إضافة أن هناك في بعض الأحيان اتفاق على بعض الأسماء، وهذا تأكيد على القيمة العالية اللي يمتلكها بعض اللاعبين، وهو جزء من هدفنا في هذا الاستفتاء أن نصل إلى أراء مختلفة من زملاء إعلاميين وإن شاء الله مستقبلا جمهورنا خلال الفترة القادمة، على أساس يعني هذا الاستفتاء يعطي مؤشرات مهمة جدا. لاحظنا خلال الاستفتاءات الماضية في اتفاق على بعض اللاعبين وفي اختلاف على بعض المراكز، وهذه من الأشياء الصحية اللي يقدمها لنا هذا الاستفتاء. بنسمع أخيرا رأي زميلنا ناصر المسعود في رؤساء الأندية ومن حقق الأفضلية منهم حتى اللحظة، إضافة إلى رأيه في تقنية الفار والحكام، التقنية اللي جاءت وجاءت الجدليات الكبيرة معها بكل تأكيد. بنسمع رأيه بهذه النقطتين وبنطلع فاصل وبنرجع معكم في الجزء الأخير من برنامج دورينا. ومتى ما أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام واللي هي لغة منصفة وعادلة وتعطي كل ذي حق حقه، يجب أننا يعني نضع رئيس نادي الهلال اللي هو فهد بن نافل في مقدمة رؤساء الأندية. الرجل جالس يقدم نفسه بشكل مميز منذ أول يوم تولى في رئاسة نادي الهلال، جالس يقدم عمل جبار، يعمل بصمت، أبرم عقود استثمارية كبيرة وهائلة بأرقام فلكية ومميزة تخدم البيت الهلالي، جدد عقود لاعبين مهمين بالفريق، استقطب لاعبين مميزين، حافظ، هذه نقطة مهمة ترى، حافظ على الاستقرار الفني والإداري بالفريق، وحقق مكتسب كان جدا مهم وغائب عن نادي منذ فترة طويلة واللي هي تحقيق لها البطولة الأسيوية. كل هذا كفيل بأن يضع هذا الرئيس في مقدمة رؤساء الأندية. بالدرجة الثانية من وجهة نظري المتواضعة فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي برضه يقدم نفسه بشكل مميز، يعمل بصمت، عمله ما هو من سنة أو سنتين، يعني فهد المدلج من سنوات طويلة وهو يعمل بصمت وفارض نفسه زي ما يقولون بالبلدي، وهل الشيء اللي احنا جالس نشوفه من مستويات متصاعدة بالفريق ومن استقرار كذلك فني وإداري ما جاء من فراغ، ما جاء إلا من أنه هذا الرئيس بصماته واضحة على النادي. فهد المطوع كذلك رئيس نادي الرائد، يعني أخذ الفريق يعني كان في أزمة منذ يعني منذ إقالة الرئيس السابق التويجري، وأتى وأخذ المهمة وقدم نفسه كذلك بشكل رائع، وأجبرنا إحنا كمتابعين على أن نحترم هذا الرئيس اللي جالس يقدم هذا العمل الرائع والجبار اللي إحنا جالس نشوفه الآن. الفريق جالس يقدم مستويات متصاعدة حتى وصل إلى مركز يمكن منذ تاريخه لم يصل إلى هذا المركز. هذا كله يعني يعود إلى رئيس النادي اللي هو بدوره أكيد هو اللي جلب المدرب واللي جلب اللاعبين واللي جلب الأدوات هذه كلها اللي بالفريق. خالد البلطان كذلك يقدم عمل جدا مميز، وخاصة في صفقاته الأخيرة أبرم صفقات جدا جميلة وتخدم الفريق، ولكن يمكن خالد البلطان لو كان عنده يعني القوة المالية اللي كانت موجودة عنده في فترة ماضية أتصور أنه كان ممكن ينافس فهد بن نافل على المقدمة. محمد القاسم رئيس نادي التعاون كذلك من الرؤساء الأندية اللي يعملون بصمت وعندهم طموحات يريدون أن يحققونها، ولكن يمكن يعني محمد القاسم في الفترة الماضية القريبة بدأ يتراجع نوعا ما بعد ما خرج عن الـ 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 عن الـ السير اللي مفترض أن يصير فيه كرئيس نادي
تعاون، مفترض أنه أنت تكون أكثر ثقل، أكثر ثقة، تبتعد عن المهاترات، تبتعد عن الأشياء اللي ممكن تجرك إلى خارج المستطيل الأخضر. هذا بالنسبة لرؤساء الأندية. تقييم الأداء التحكيم وتقنية الفيديو جيدة نوعا ما، ولكن ما زلنا إحنا كمتابعين نطمح ونتمنى أن نرى أفضل مما نشاهده الآن من استقطاب حكام وكذلك من إدارة لتقنية الفار. دورينا مع حاتم البدراني